السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة، وصفة جديدة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا وبأي وقت عم بتتابعوني فيه. اليوم رح نعمل مع بعض دجاج مع الخضار بكياس الشوي. رح نحكي المكونات سريعا لننتقل للتطبيق. بداية عندي كمية 2 كيلو من دبابيس الدجاج، وبتقدروا تستعملوا أي قطع من الدجاج اللي أنتوا بتفضلوها، وممكن كمان تستعملوا الدجاجة كاملة. بالنسبة للأفخاد أو دبابيس الدجاج تقدروا تشرحوهم شرحتين بسيطات لحتى تاخذ أكثر من النكهات. بالنسبة للخضار اللي أنا مستعملاها اليوم عندي الجزر، الكوسة، البروكلي، البطاطا، وكمان عندي توم، فطر، والدرق المسلوقة. بالنسبة للبهارات اللي رح نستعملها ملح، بابريكا، بودرة مرقة الدجاج، فلفل أسود، وشوي من الزعتر الأخضر، وأكيد بدنا لهالوصفة زيت الزيتون. هاي هي مكوناتي، ويلا ننتقل للتطبيق. وهلأ رح نبلش تطبيق الوصفة. رح ناخد دبابيس الدجاج نضيفها بالبولة، ورح نضيف عليها زيت الزيتون. بالنسبة للبهارات رح نضيفها كاملة، معلقة من كل نوع بهار، نصها على الدجاج ونصها على الخضار. رح ناخد معلقة من الملح، معلقة من البابريكا أو الكيجن، نص مقدار بودرة مرقة الدجاج، ومعلقة من الفلفل الأسود، ونص مقدار الزعتر. رح نتبل الدجاج مظبوط بهالخلطة. لحتى يصير معي بهالشكل قبل إضافة الخضار. وهلا رح ننتقل للخضار اللي رح نضيفها مباشرة، رح نضيفها فوق الدجاج كاملة. عليها كمان كمية من زيت الزيتون، ورح نضيف باقي البهارات كاملة. نرجع نحاول نخلي البهارات توصل للخضار كاملة. وهلأ رح ننتقل للخطوة الأخيرة، وهي أكياس الشوي. وبتقدروا مباشرة تحطوهم بصينية الخبز. هاي عندي الأكياس اللي رح أستعملها اليوم. رح ناخد 3 أكياس لنوزع الخلطة كاملة بالثلاث. رح نوزع الخضار، وفوقها رح نضيف الدجاج.
وبعد ما وزعنا الخضار بالاكياس رح نحط فوقهم قطع الدجاج. وهيك بعد ما عبينا الخليط والدجاج بالاكياس ورح ننتقل هلا للصينيه اللي رح ندخلها على الفرن ولتربيط الاكياس. بالنسبه للتربيط في بكل كيس مربط، وهلا رح ناخذ الكيس ونفرغه تماما من الهواء لانه الكيس رح ينفخ معنا، فرح نفرغه من الهواء بهالطريقة ونربطه بالشكل المعتاد. وإذا مش متوفرة عندكم المرابط بتقدروا تلفوا الكيس وتربطوه مثل ما بتربطوا أي كيس عادي. حاولوا شدوها مزبوط لحتى يستوي الدجاج والخضار مع بعض. طبعا ما أضفنا مي نهائيا، رح ينزل السوائل منه، رح ينزل الزيت اللي ضفناه ويستوي لي الدجاج والخضار. هيك صاروا معنا جاهزين، رح ناخدهم على الفرن الحامي. وأنا مشغل الفرن العربي، وبتقدر تستعملوا فرن الكهرباء وفرن الغاز اللي متوفر عندكم. رح يكون حامي ورح يدخل على الفرن تقريبا من 45 دقيقة لساعة كاملة لحتى تستوي الخضار ويستوي الدجاج مع بعض. ورح نرجع لكم بعد ساعة لنورجيكم طريقة التقديم، ورح أعمل جنبه شوي من الرز الأبيض السادة اختياري. اللي ما بحبه بيقدر يستغني عنه ويضل على وصفة الخضار والدجاج. خليكم معي. ورجعنا لكم بعد ساعة بعد ما طلنا الدجاج والخضار من الفرن بالكياس، لساته ساخن والكياس لساتها نافخة. وعملت رز أبيض زي ما خبرتكم، رز أبيض سادة رح نخليه. ورح نبلش صب الكياس الدجاج متحمر من حرارة الفرن. واخر شيء رح نرفع على الرز. وهيك صارت وصفتنا جاهزه. مثل ما انتم شايفين الدجاج متحمر من الاكياس. جربوا هالوصفه واحكوا لي رايكم فيها. تابعوني انا الشيف احلام عبد الله من مطبخ الاحلام يوميا على قناه اليرموك.
قناة اليرموك الفضائية قريبون منكم.